أنا بنزل هون. تفضل. شكرا لك. أهلين وسهلين فيك. شربت العدس كتير طيبة. يسلم إيديكي مارسيل. إيه والله. ألف صحة وهنا. أستاذ طلال؟ تعي. بس مانا متوقعين تجي اليوم. لكان إذا بدك برجع. لا أنا آسفة، ما كان قصدي هيك، يعني كنا على أساس نجهز حالنا، أما هلأ ما تواخذني. تفضل تفضل لو سمحت. أهلا وسهلا. مو مشكلة، تمام. اهدي شوي. الكل على الطاولة؟ إيه الكل. شو هي الشوربة؟ فطر مع كريمة، بس كان لازم نساوي شوربة عدس كرمالك، قصدي هنن هيك طلبوا. شو اسمك؟ زهراء. أستاذ ما بقى تقلي لي استاذ، تمام زهراء؟ طيب تكرم. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما في شي ناقص على الطاولة، مو هيك يا جماعة؟ ابني. حبيبي يا ربي، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، الحمد لله. أنا اشتقت لك كتير، اشتقت. وأخيرا شفتي ابنك يا ستي. حبيبتي. ألف الحمد لله يا ربي. لا أمي، ما بدي شوفك عم تبكي. كتير اشتقت لك، كتير اشتقت لك، كتير كتير كتير. شو أخبارك أمي؟ طمنيني عنك. كيف بدي كون يعني؟ بعد ما أجيت أنت أكيد رح كون منيحة. إيه قلولي كيف كون يا عائلتي الحلوة؟ عمي برأيي ما رح تقدر تهرب من حضني شو ما عملت. أهلا وسهلا. باسل كتير كبران. عن جد عم تحكي؟ على وقت فهم بابا. أهلا وسهلا طلال. أهلين أخي فرات. لساتك مثل ما أنت، حتى لساتك بتقعد على العشاء بالأعياد. أهلا وسهلا طلال. أهلين ماجدة. يلا ابني عود وارتاح. مرسيل ليش لساتك واقفة؟ روحي جيبي صحن لطلال فورا. كنا متوقعينك تجي بكرة، فاجأتنا والله. صح، بس انت لازم تتعود يا ابني، لأنه عمك مستحيل تقدر تحسب خطوته الجاي. صح طلال؟ الحياة مليانة بالمفاجآت. معك حق.
الضيف الكبير وصل وأخيراً، بس باين عليه كتير حباب وأكابر كمان. لا تكتري حكي وخدي هي على الطاولة، بعدين أنت شو بدك بالأستاذ طلال؟ يلا. الله يجيرنا ما يكون هالضيف الأكابري مصيبة كبيرة على راسنا. شكراً لك زهراء. ألف صحة وهنا. عمي حابي بسألك سؤال، أنت كنت عايش ببلجيكا بس بابا خبرني أنك فتلت العالم كله، مزبوط؟ إيه صح، وآخر مرة كنت بالأرجنتين رحنا أنا ورفيقي كرمال نساوي سياحة، سوينا دراسات عليا هنيك وأجيت لشوف الحبايب. ما كان لازم تخرب نظامك طلال، أنت ليش أجيت؟ فرات لا تبلش هلأ. اسمعيني أمي، من حقي بعد كل هالسنين اللي غاب أخي إني أسأله شو خطر له يجي هلأ، وخاصة أنه ما في مناسبة ولا عيد حتى، يعني بحياته ما سواها قبل. طالما عندك فضول فرح خبرك ليش اجيت. كرمال باسل، من شان باسل؟ وليش اجيت كرمال باسل؟ شو عمي؟ ما عندي غيره ابن أخ، وحبيت أتعرف عليه أكتر مشان هيك أجيت. إيه والله، والله العظيم أنا كنت عم فكر بنفس الشيء. عمي عندي اقتراح لإلك، أنت كتير بتعرف بلدان وأنا بعرف، فكنت عم أقول شو رأيك نعمل جولة حول العالم مع بعض؟ مستحيل. وأنت ليش انفعلتي هالقد ماجدة؟ شو فيها يعني؟ أمي القصة؟ لا طبعاً، ما بيصير يا أمي، لأنه باسل عنده كتير شغل هون ما بتزبط. ابني مانو بتفضي مثل عمه طلال لا شغلة ولا عملة. كتير عيب. يعني عنده إدمان على الشغل مثلك. برأيي لا تضغط عليه أكتر من هيك. هذا ابني وأكيد بده يطلع مثل أبوه، أكيد ما رح يصير مثلك حياته فاضية، ما هيك؟ بكفي، بكفي. باسل، ماجدة، اتركوني مع أولادي لحالنا.